السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمي علينا، اللهم أدم علينا هذا الخير ما حين أبدا، اللهم أدم علينا هذا الخير ما حين أبدا، اللهم أدم علينا هذا الخير ما حين أبدا، اللهم لا تسلط علينا أحدا بذنوبنا لما أخافك فينا ولا أرحمنا. ونسأل الله أن لا يمكن أحدا من هذه المجالس بحال من الأحوال، وأن لا يوقفها بحال من الأحوال، ونسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، نصرة لدين الله جل وعلا، ونشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرفه من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله أبدا، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه أبدا. فالشرف شرف العلم يعرف من شرف المعلوم، والله جل في علاه ليس أحد أشرف منه سبحانه جل في علاه. فأن نتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات العلا وعلى ربوبية الله جل في علاه، هذا الاعتقاد إذا استقام العمل، ولأنه يستلزمه، ولأن المقصود الأسمى هو العمل، المقصود الأسمى هو توحيد الإلهية. لكن لن يصل الإنسان إلى توحيد الإلهية إلا بتوحيد الربوبية، العلاقة بينهما علاقة استلزام. فالمنهج العلمي الاعتقادي يستلزم المنهج العملي، وإن كان المقصود الأسمى هو العملي، وإلا فالاعتقاد كان موجودا فلما اعوج ولم يكن على استقامته الصحيحة لم يكن العمل. لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب الماتع، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحرص حرصا شديدا على هذه المجالس. أدام الله علينا وعليكم هذا الخير. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب في أصول اعتقاد السلف رحمهم الله. أمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، نعم، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، الله، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى جل في علاه. جزاك الله عنا خير. ما زلنا مع اعتقاد الفرقة النارية والطائفة المنصورة الظاهرة على الحق إلى يوم الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم. وقال أن من اعتقاد الطائفة النارية والفرقة هذه الظاهرة على غيرها بأنها تصف الله بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه رسوله في سنته. وقلنا هذا هو بجلاء اعتقاد السلف، وهذا الاعتقاد الذي به النجاة، وهذا الاعتقاد الذي به الظهور على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابه على ذلك، فكانوا يعتقدون بعد الدليل. هنا الاعتقاد نابع من الدليل. وقلنا البون الشاسع والفرق الواسع بين علم الأعلم والأسلم والأحكم والأتقن السلف مع علم الخلف، هو أن السلف كانوا يستدلون ثم يعتقدون، يرتبون الاعتقاد على الدليل، لأنهم موقفون عند هذه أمور الغيب، موقفون عندها، لا يستطيعون، لا حيدة، لا يستطيعون تجاوز ذلك بحال من الأحوال. هذا الأصل في هذا الباب، وقد ضربنا على ذلك أمثلة كثيرة، لأننا قلنا بأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتحركون قدما تعبدا إلا بعد اعتقاد صحيح عند الدليل. لما دخل أبو رزين على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أو يضحك ربنا؟ قال: يضحك ربنا. فلما قال يضحك ربنا فقال: نعم. فقال: إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. رتب بعد ما اعتقد، وهذا كان على الدلالة، فكان الأمر على الدليل. فلذلك هم يصفون الله بما وصف الله به نفسه. ومن هنا قلنا بأن صفات الله توقفية، وأن أسماء الله توقفية أيضا كما سيأتي، وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ضربنا الأمثلة على ذلك. أما في الكتاب فكما قال الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى.
وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، فأثبت ونفى، صحيح ولا لا؟ إن الله لا ينام صفات سلبية، وهذه لإثبات كمال الضد. ونفى بعد ما نفى أثبت، قال يرفع ويخفض، وهذه من أفعال من صفات أفعال الله جل في علا. الغرض المقصود بأن هذا اعتقاد السلف، فقالوا بإثبات صفات الله جل في علا في الكتاب، وإثبات صفات النبي صفات الله جل في علا في السنة، أو بإجماع أهل السنة، ولأن الإجماع لابد أن يكون له مستند، صحيح ولا لا؟ الدليل، والمستند إما كتاب وإما، يبقى راجع الأمر كله على ما قاله وأصله شيخ الإسلام هنا، على أن الاعتقاد السديد هو أن تصف الله جل في علا بما وصف به وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال من غير تحريف ومن غير تمثيل ومن غير تكييف كما ومن غير تعطيل، وهذا شرحناه أمس بالتفصيل. ثم قال ومن غير تكييف. التكييف هنا أيضا اعتقد السلف أنهم بعدما يثبتون بغير تكييف. لابد أن نفهم مسألة مهمة هنا، عند قولهم من غير تكييف لابد أن تقول هم هنا ما نفوا التكييف، ما ألغوا التكييف. في قولهم من غير تكييف ليس إلغاء لوجود التكييف، مفهوم المعنى، ليس هذا إلغاء للكيفية، هو إثبات الكيفية. يعني في كلامه من غير تكييف، وإن كان هنا ليس ثم الدليل على ذلك، يعني قلنا من غير تحريف أو من غير تعطيل استقاها من الأدلة، صحيح ولا لا؟ وهنا من غير تكييف ليس هناك ثم التصريح على المنع من التكييف، لكن هو مستنبط من الأدلة التي جاءت، بل قد أقول هو مصرح به في الأدلة. ممتاز، وليس كمثله شيء، يعني قد وقد، لأننا نقول بين التمثيل والتكييف علاقة اتفاق وافتراق، فكل ممثل مكيف والعكس، فبينهم عموم خصوص، لكن نقول من غير تكييف هناك دليل على ذلك. ما هو؟ يعني هو البعض يقول بأن هذا ليس عليه دليل تصريحي أن 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 يأتي بهذه اللفظة ابن تيمية أتى بها من غير تكييف، قلنا من غير تمثيل الدلالة مصرحة بها، ليس كمثله شيء. أيضا من غير تعطيل، قلنا بمسألة التعطيل. التكييف هنا قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في خلق الله، فإن الله لا تصل إليه فكرة، وقد حسنه بعض المتأخرين، لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في خلق الله ده، فإن الله لا تصل إليه فكرة. فهنا الآن لما يقول لا تتفكروا في ذات الله، هذه فيها دلالة واضحة جدا أن المسألة هنا على مسألة التكييف. فهنا التكييف عندما يقول شيخ الإسلام من غير تكييف ليس إلغاء للكيفية، ليس نفيا للكيفية، هو إثبات للكيفية، لكن مع إثباتها هي مجهولة بالنسبة لنا، هذا الذي أراد أن يقوله، يقول مع إثباتها فهي مجهولة لنا، نثبتها مع اليقين بأنها موجودة لكننا نجهلها لأنها من الغيب، لأنها من الغيب. ما معنى التكييف؟ التكييف هو أن تتصور كيفية للصفة. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، هذا حديث في الترمذي بسند صحيح، رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري. من الذي وضع يده على صدره؟ الله. هذا كلام من؟ كما ما أحد يقول لنا أنتم وأنتم الله، النبي هو اللي قال بذلك، النبي هو القلب ذلك. قال فوضع الله يده على صدري، هذا ما قال، فوضع يده على صدري، شوف انظر الذي يأتي بعد ذلك، قال حتى وجدت برد أنامله. يبقى وصف الله بإيه؟ وصف الله بإيش؟ باليد أولا، صحيح، وصف الله وبعد ما وصف الله باليد وصفه بالأنامل، صحيح. قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله، فقلت في الدرجات والكفرات. علم لما وضع الله يده على صدره، علم سبحانه وجل في علاه، فبعد ذلك أجاب. لكن الآن نقول بأن قول الإنسان تصريحا قال فوضع يده على صدره حتى وجدت برد أنامل. هنا يأتي الرجل يقول يد وأنامل، فيكيفها، يكيف الأنامل ويأتي لها هيئة، فيتخيل هيئة معين، هذا معنى التكييف. فالتكييف أعم من التمثيل. التكييف هو إما أن يجعل لها مثلا أو لا يجعل لها مثلا،
فهو في الذهن يكيف يتهيئ يهيئ الصورة يتصور صورة معينة لهذا، وهذا ضلال مبين بل قد يكون كفرا، بل قد يكون كفرا أولا قبل أن نقول بأنها تام، لكن كلامك صحيح لكن هذا في المرتبة التي تأتي، قد يكون كفرا أولا من غير تكييف كما قلنا لهذا الحديث. الأمر الثاني التكييف الكيفية التكييف لصفة من صفات الله للفعلاء هو تكلف وتقدم بين يدي الله ورسوله، والمكيف لصفة من صفات الله للفعلاء سواء جعل لها مثلا أم لم يجعل لها مثلا هو نازل تحت قول الله للفعلاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأيضا هو نازل تحت قول الله للفعلاء ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فأنت الآن تتكلم عن من؟ تتكلم عن الله للفعلاء وعن صفات الله للفعلاء. فالأصل هنا نقول كل صفة من صفات الله للفعلاء لابد أن تكون لها كيفية، لأن العقلاء اتفقوا على أنه لا ذات بلا صفات، ولا صفات بلا كيفية. لا ما خلاص ما هي هو دور، لا ذات بلا صفات ولا صفات بلا كيفية، لا يمكن أن تلد صفة بلا كيفية، صحيح ولا لا؟ يعني أنت لو قلت محمد كريم سأقول لك وكيف كرمه، يقولون كالسيل الجرار لا يمشي إلا ويعطي يمينا ويسارا ما يسأل يعطي قبل أن يسأل، صحيح ولا لا؟ ها محمد فصيح وكيف فصاحته، النظم والنظم والنثر، وأن تتصف الكيفية ولا ما يمكن أن تجد صفة إلا ولها كيفية، مفهوم؟ وصفات الله لها كيفية لكنها من باب الغيب، وما دامت من باب الغيب فالديانة والاعتقاد الصحيح هنا أن أسلم وأن أقول آمنت بالله بما جاءني الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. فحينما أسمع قول الله الذي فعله لموسى ولتصنع، اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا لما كذلك، اللهم اغفر وارحم وتروز ما تعرف أنك أنت العز والأكرم، حينما تسمع في قول الله تعالى ولتصنع على عيني، تثبت العين الله الذي فعله. لكن كيف العين؟ عندما سأل كيف العين، الإجابة السديدة عند معتقد أهل السنة والجماعة، الإجابة السديدة هو أن يقول للعين كيفية لكني لا أعلم، للعين كيفية لكني لا أعلم، هي من الغيب، فآمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى التكييف. إذن من غير تكييف فاعتقاد السلف أنهم يثبتون الصفة بغير تكييف مع عدم نفي التكييف. ولذلك يأتي كلام مالك هنا المشهور أثبتنا أمس أنه كلام ربيعة، بل هو كلام أم سلمة، لكن الله تعالى كرامة لمالك وشدة تحريه للسنة طار بها المطار إلى يعني نسبة لمالك، قال لما سأله الرجل دخل وقال الرحمن على العرش استوى، الاستواء صفة أم غير صفة؟ صفة، الاستواء صفة. طيب السؤال صفة، فقال الرجل كيف استوى؟ الرجل هنا لا ينكر الصفة، أثبتها ولا ما أثبتها؟ وبحث عن إيش؟ يبقى إذن أول الأمر أنه أثبت الصفة عندما قال الله الرحمن عشان استوى، ما أولها؟ شوف حتى في التابعين الخير أولا أو تابعي التابعين الخير ما أولها؟ أثبتها، إذن الله استوى، لكن هو يبحث عن كيفية الاستواء، هيئة الاستواء. قال كيف استوى؟ اشتد الأمر على مالك حتى علاه العرق الرحضاء، ثم قال الاستواء معلوم غير مجهول، ها والكيف او الاستواء معقول والكيف غير مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول لا نعلمه مجهول، والايمان به يبقى الايمان به معناه ايش؟ مع الايمان هنا الايمان به اثبت امرين، اثبت اولا اثبات الكيفيه وجودها، واثبت ان محل الايمان ان تؤمن به على انه من الغيب. قال والايمان به واجب، معنى ذلك الإيمان بواجب فيها فائدة مهمة جدا عقدية، لما يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، قلنا أفاد فائدتين، الفائدة الأولى وجود الكيفية، الفائدة الثانية وجوب الإيمان بها. ماذا نستفيد من وجوب الإيمان بها؟ والإيمان به واجب بقولي، والإيمان به واجب وتسليم في الغيبيات ممتاز جدا، وتزيد عليه ما أريد الآن،
تسليم الغيبات وامرارها كما هي. جيد، بدون تكييف، ممتاز. في زيادة عليها أيضا، كل هذا كلام إجابة سديدة لا أستطيع أن أردها، لكن يبقى شيء واحد أريده. ما أنا لا أنظر إلى هنا للنت، لأن أصبحت المسألة المفاضلة بقت صعبة بينكم. والله هم أيضا ما أسرعوا بالإجابة، فمعناه السؤال عنها بدعة. إذا كما قال الإمام هو لم يقول والإيمان بها واجب، معناها كما قلت أنت، معناها نفيها خلاف الوجه، نفيها نفي للإيمان، هذا الذي أريده، نفيها نفي للإيمان. جابها يوسف، والله ما قال، ما أنا ما سمعته أنا. قال في أذنك، خلاص أنتوا حبايب مع بعض، هذه عصافير مع بعضكم، لكن المفروض واحد منكم يأتيني بالإجابة. ها واجب أفادة سيدة، مع هذه الكوفة المعنى الناس تقول سيدة، أنا قلت إجاباتكم كلها سديدة، أريد شيء زايد، صحيح ولا لا؟ فهذه معناها نفي الإيمان، وهذا الذي يجعلنا نقول بأن الذي ينفي الكيفية مفوض، صحيح؟ لأنه فوض المعنى وفوض الكيفية، لغى الكيفية، وإلغاء الكيفية إلغاء للإيمان، لأن الذي نفى المعنى من باب أولى ألغى الكيفية، مفهوم الكلام؟ فهذا نوع من أنواع التعطيل الذي ينافي الإيمان، هذا نوع من أنواع التعطيل الذي ينافي الإيمان. فانظر درر كلام الإمام مالك، قال الاستواء معلوم في اللغة يعني، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. تسأل كيف نزل، ينزل ربنا سبحانه وتعالى الآخر، وانت تعرف البدع كثيرة جدا في هذا الباب، النزول بالذات، كيف نزل؟ طب كيف نزل؟ وهذا سؤال، شوف السؤال ده عنا لبعضهم من المتأخرين، وقالوا والسؤال بدعة لا نبحث عنه، ينزل ويخرج منه العرش، هذا سؤال عن كيفية. يعني لما يسأل بهذا السؤال أو ينزل ويخرج عنه العرش، هذا السؤال بدعة، وأسلم ما فيه أن تكف عنه، وإن كان فيه إجابات سنبينها. لكن عندما يسأل السؤال عندما يطرح أينزل ويخلو منه العرش، هذا تكييف. ولذلك أسلم ما قال ابن تيمية، قال وده كلام إسحاق بن راهويه، قال ينزل ويخلو منه العرش، لأنني أثبت الرحمن عرش استوى، أثبتها وأثبت أيضا أنه ينزل وانتهى. وهنا سالمة وبرئة الذمة بأنني أدور مع الشرع حيث دار، ولذلك نقول ليس بعيد، لأن الله تعالى على كل شيء قدير سبحانه وجل في علاه. ولذلك الذي يقول بذلك نقول لما ينزل ما تقول بأن السماء تظله أو تقله، كل مخلوق يحتاج إلى الله جل في علاه، مفهوم؟ بأن التقصير العام من غير تكييف، وهذا اعتقاد السلف بأنهم يثبتون الكيفية، ولكن يثبتون أيضا أنها من الغيب الذي لابد التسليم له، فيثبتونها بقوله الإيمان الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول هو يثبته، والإيمان به بوجوده وأعلم أنه غيب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فلذلك سالمة للصحابة الكرام، وسالمة للسلف الأماجد، سالمة اعتقادهم في صفات الله جل في علاه أنهم أثبتوها بغير تكييف، أثبتوها بغير تكييف. وما جاء عن السلف في قولهم أمروها كما جاءت، يعني أمروها بعد علم المعنى بها كما جاءت، ولا تبحثوا عن الكيفية، لا تتفكروا في ذات الله ولا في صفاته، فإن الله لا تصله فكرة. إن الله خلق ديك، ذكر الديك من العنق، يعني من رجلي إلى عنقي، يعني مسيرة كذا وكذا من السنين، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد قالته عن حديث ما كان في كلام، لكن الألباني حسن الحديث أيضا هذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني خفقان الطير كذا وكذا من السنين، كذا وكذا من السنين طيران، ولم يصل من شحمة الأذن إلى العاتق. أحد يصف لنا هذا الملك؟ لا، ما تصف الملك، صف من الأذن للعاتق، صف هذا، صف لي كفعك، لا تستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم رعب، قال دثروني، زملوني، لما؟ لما سئل قال سمعت صوتا، طيب أنظر يمينا لا أرى، يسارا لا أرى، نظرت ببصري إلى السماء فوجدت الملك الذي كان يأتيني في الغحراء على كرسي بين السماء، على كرسي صف الكرسي، لا تصف الملك، صف الكرسي اللي بين السماء والأرض وجالس عليه، لا تستطيع، على كرسي. قال
قال له 600 أحد يعرف يصف جناح واحد؟ شوف لإبعاد الوصف قال يسد بجناحه الأفق. لا تستطيع أن تصف ملكا خلقا من خلق الله الذي فعلها فكيف بصفات الله العظيم. لذلك نحن ناكل التكييف لله، وهذا أنت لن تصل إليه بحال من الأحوال، فما عليك إلا التسليم والإيمان كما فعل السلف الكرام. قال من غير تكييف، ما اقرأ ما بعدها، قال من غير تكييف قال رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال ومن غير تمثيل، وهذا أبدع فيه المصنف لأنه أتى باللفظة التي جاء بها القرآن، لأن الله جل في علاه قال ليس كمثله شيء، والكاف هنا كاف زائدة، الكاف هنا زائدة، وطبعا هي زائدة وغير زائدة، لأن هذه لا تأتي زائدة. شفت أنا إيش قلت بقى؟ قلت زائدة وغير زائدة، أدركت نفسي حتى أبرس حتي أمامك من سيوفك ورماحك التي تأتي. فاهم؟ فيمكن أنت سمعت الأولى أنك متربص بها الدوائر وعايز تطير الرقبة، والثانية غفلت عنها. نأتي بشهود. قلت إيش أنا؟ الحمد لله الثانية سمعوها، فعشان أثبت هي معنى زائدة يعني في الإعراب، وغير زائدة لأنه ما في القرآن شيء زائد، هذه جاءت للتأكيد. نعم هذا هو، جاءت للتأكيد بهذا الباب، وأن الله تعالى لا سمي له لا نظير له لا ند له سبحانه جل في علاه. فقال لي نعم، ما هو هذه كما قلنا للتأكيد في عدم المثل، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك قال من غير تمثيل، والتمثيل هو أن يقول صفة الله مثل صفة زيد، مثل صفة عمرو، مثل صفة كذا. وهؤلاء هم المجسم الذين غالوا في إيش؟ في الإثبات، الذين غالوا في الإثبات أثبتوا. نعم طبعا القدر المشترك موجود، الجميع يتفق على هذا، وهذا سنأتي إليه لابد. غالوا فيه، جعلوا المسألة فيها مطابقة. أولا في التمثيل هم يقولون يد الله مثل يد زيد الذي جرهم لذلك، عين الله كعين عمرو، نزول الله إلى سماء الدنيا كنزول محمد من كرسيه على الأرض، مفهوم؟ فإذا هؤلاء مثلوا، هذا هو التمثيل. والتمثيل يفارق التشبيه، التمثيل فيه مطابقة تامة لجميع الصفات كاليد باليد هكذا، هذا التمثيل لا ينخل منه شيء، كل جميع الصفات منطبقة مطابقة تامة. نعم جاء والرجل هذا قد أقر ما كذب، قال أنا الذي ما كنت أتي، أقر. نعم وهذا من فضله. إذن هذه مطابقة تامة، التمثيل. التشبيه ممكن يكون مطابقة في أغلب الصفات لا في كل الصفات، هذا التشبيه يشبهه في كل شيء إلا لون العينين، زيد نراه توأم لعمر، قال الولد منطبق إلا لون العين مثلا أو إلا الطول، هذا أطول من ذاك، مفهوم؟ هذه المشابهة. أما المماثلة الجميع، عندنا في مصر بقى عندما يكون المسألة فيها مماثلة ماذا يقولون؟ لا أشوف الرجل ها كأنه جالس في حواري شبر الخيمة فولة وانقسمت إيش؟ أشوف بيقولها بالضبط، أقول خلاص ما في مماثلة إلا يعني. ففرق بين التمثيل والتشبيه كما قلنا التمثيل مطابقة في جميع الصفات تامة، وأما التشبيه ففي أغلب الأصوات. والشرع جاء بالتمثيل ليس كمثله شيء. وهنا الصحابة الكرام لا ينكرون القدر المشترك بين الصفات، تقول إن الله وصف نفسه باليد ووصف عباده باليد، إن الله وصف نفسه بالسمع والبصر ووصف عباده بالسمع والبصر كما سنبين، ماشي. فهنا نظر العلماء نظر طوائف الإسلام لمثل هذا، لأن الله تعالى قال إن الله كان سميعا بصيرا، وقال الله تعالى في علاه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتريه فجعلناه سميعا، قالوا سمع وسمع استواءه التساوي في الاسم. فالطوائف نظروا هنا، بعضهم قال الغي تعطيل، قالوا قلنا سميع بصير إذن لا سمع ولا بصر، لما خوفا من فرارا من التشبيه أو التمثيل كما يقولون، فهم التمثيل غلو جفو. وأما الآخرون قالوا سمع وبصر المساواة، فقالوا سمع الله كسمع عمرو وبصر الله كبصر عم، وسنبين ضلال الفرقتين. وأما أهل السنة والجماعة
الوسط العدول قالوا نثبت سمعا وبصرا لله ونثبت سمعا وبصرا للعباد للخلق ولا ننفي قدرا مشتركا. تعرفون ليه لا ننفي قدرا مشتركا؟ ممتاز لفض فوق. لو لم يكن هناك قدر مشترك لا يمكن ان نفهم لا يمكن ان نقول بقول مالك الاستواء معلوم. يبقى احنا في صفه السمع سنقول والسمع معلوم. طب من وين علمتها؟ القدر المشترك علمني ذلك. مفهوم؟ بعيدا معنى انا اقول لابد في قدر مشترك. هذا الذي يؤدي بي الى اتقان ادراك المعاني. ثم نقول وهذه صفه طريق بجماله وكماله وبهائه وعظمته، وهذه الصفه طريق بعجزه ونقصه وضعفه على الانسان. مفهوم؟ فنقول اذا القدر المشترك لا ننفيه، نثبته، ومع وجود القدر المشترك ندرك بها المعاني مع البون الشاسع والفرق الواسع ولا قياس الا القياس الاولوي في هذا. وهذا طبعا له ضوابط كما سياتي. هذا نظر اهل السنه والجماعه، لذلك قالوا نحن نقول التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. نعم سميع بصير، لله سمع ولزيد سمع، لله بصر ولزيد بصر، لكن هذا التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى في المعنى. فسمع الله، وهنا الأدلة تثبت ذلك، يليق بجلاله وكماله، وسمع العبد يليق بايش؟ بضعفه وعجزه. وهذه لك الحديث الظاهر الجلي الذي يثبت لك الفوارق هذه وأنت تجريها على جميع الصفات بعد ذلك. منها حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها تجلس في الغرفة والنبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه خولة رضي الله عنها أرضاها تشتكي من زوجها، تقول نثرت له بطني وكان له الولد وكنت له كذا وكنت له وكنت له وكنت له، ثم طلقني. طبعا كان في الجاهلية الزهار ينزل منزلة الطلاق، طلقني يعني ظهر منها وهي تشتكي. وطبعا غرفة عائشة رضي الله عنها أرضاها في دهليز، والدهليز فيه شبابيك والشبابيك فيها أبواب والأبواب قصور، صح ولا لا؟ وش هي غرفة عائشة؟ وش والله يا شبر في أشبار. قالت كنت أنام أمد رجلي يصلي ورجلي بينه، فإذا أراد أن يسجد غمزاني ما في مكان، يعني بيسجد ورجلها عند الصلاة الصوت فيغمز رجلي. فقالت إني في ناحية البيت، الغرفة الصغيرة هذه اللي ما في فروق بينهما إلا أمطار قليلة. قالت إني في ناحية البيت وخولة تشتكي زوجها ويخفى علي على سمعي ويخفى علي بعض حديثها. طبعا أنا لما تتكلم ليست مسألة سرا بينها وبين سلم، ده هي تتكلم وانت تعلم الذي ينفعل عندما يشتكي، دي بتتظلم، كانت تتظلم، يعني صوتها لابد يكون مرتفع، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك خفي على عائشة على سمع عائشة بعض الكلمات، تتصورون؟ ثم قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات إنها تتحدث ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادل. هذا سمع الله، لذلك في سمع الله يسمع كل شيء، لا تختلف عليه اللغات ولا تختلط عنده الأصوات، كل شيء. كم من واقف داعي، كم من متضرع، كم من متذلل، كم من راجل ربه جل في علاه. وانت تتخيل هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سالوني فاعطيت كل واحد طبعا سالوني فاعطيت كل واحد مسالته، كيف تكون؟ مش فاهمين انتم، متصورين؟ سالوني جميعا، هذا بالاردن، هذا بالافريقي، هذا بالمصري، هذا بالجزائري، والرابع كله مختلف اللغات، الجميع جميع الخلق من جن وانس، والثاني لغه الجن، المهم لا تختلف هذه اللغه كلها لا تختلف. قال فاعطيت كل واحد مساله، يعني سمع الجميع واجاب الجميع. ذات من عظيم قدره الله ان النبي صلى الله عليه وسلم بين للسائل، قال ان الحساب كحساب رجل واحد، حساب الجميع الخلق كحساب واحد، كما يرزقهم جميعا كما روح. هذه المسألة دالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. إذن هنا سمع وهنا سمع، وهنا أظهر الفرق بين السمع والسمع. قالت سبحان، تتعجب، سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات، إن المرأة لتشتكي زوجها ويخفى علي أنا بجانبها، ملتصقة قريبة من الالتصاق،
ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك. إذن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى بحال من الأحوال. الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي. وأيضا القدر المشترك الذي يعنيني بأنني أدرك به المعاني لا يستلزم التساوي في كل من كل وجه، لا يستلزم التساوي من كل وجه. وأضرب مثلا آخر وأنت بعد ذلك تجري على الجميع. أضرب مثلا آخر في البصر، قد أثبت الله بصرا لنفسه، إن الله كان سميعا بصيرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بسمع البصر فعل ذلك. ما معنى أشار بإصبعي على العين وعلى الأذن؟ ما معنى ذلك يا شطار يا حبيبي؟ يبقى ما أحد يقول لي أنت بتشير تذكر الرياض تشير تذكر النزول تشير، يعني هل ممكن لنا أن نشير على الصفة بإشارة النبي؟ لا، ما يجوز. طب وإشارة النبي كيف نوجهها؟ إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ حيثما أشار نشير فقط، ما هذا الذي أقوله؟ غير ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. بحال هنا إشارة النبي ما كانت إشارة للصفة للعين أو الأذن، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للسمع والبصر. لما أشار وقال السمع أشار للمعنى، فأنت لما تشير للصفة تعرف المعنى. هنا يأتي القدر المشترك. فسمى الله فوصف الله نفسه بالبصر ووصف عباده بالبصر. فانظر البون الشاسع الفرق الواسع بين البصرين. أما بصر الإنسان لا يتعدى أمتار، صحيح ولا لا؟ بل قل ضعف الإنسان بلغ إلى المدى، لأن موسى عليه السلام بعدما شنف آذانه بسماع كلام الله جل في علاه فإنه تشوق لما هو أعلى من سماع الصوت، أراد الرؤيا، ربي أرني أنظر إليه. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف، فلما تجلى ونسلم وصف كيف، فلما تجلى ربه للجبل جعله الجبل ما استطاع فكيف البصر، وخر موسى. لذلك يوم القيامة قال فبصرك اليوم حديد، هذا بصر الإنسان. انظر إلى بصر الرحمن سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي أنوار وجهي سبحانه وجل في علاه، لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلق. وبإجماع الأمة أن بصر الله ينتهي لجميع الخلق، لذلك لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعري ولا بحر ما في قعري. لذلك قال الله لموسى مطمئنا إنني معكما أسمع وأرى، ما يخفى عليه شيء. فهذا إذا مسألة التمثيل هنا، حتى نتكلم في الطوائف الثلاثة، أهل السنة والجماعة الوسط العدول قالوا القدر المشترك نثبته ونؤمن به، وبه ندرك المعاني ونقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. والطوائف الضالة المبتدعة منهم من قال وغال في الإثبات، فقال بصر كبصر، عين كعين، يد كيد، يد كيد. ورد عليهم أنهم خالفوا القرآن والواقع والفطرة، صحيح ولا لا؟ والسنة. والأمر الثاني أننا نقول إذا قلتم بهذا القول فأنتم خالفتم الواقع، لأن الاشتراك في الاسم لا يستلزم اشتراك في المسمى. للإنسان يد وللقرد يد وللأرنب يد، أجلكم الله، وللحمير يد وللإبل يد، كلها يد. هل تستوي في المعنى؟ هل يد القرد كيد الأرنب؟ هل يد الأرنب كيد البعير؟ هل يد البعير كيد الحمار؟ لا تتساوي، لا تستوي. إذن التمثيل كفر وضلال. لذلك قال ابن عيم بن حماد شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. أما الآخرون فروا من التشبيه إلى التعطيل، فقالوا لو قلنا يد ويد، عين وعين، سمع وسمع، إذن التشبيه، والتشبيه كفر، فنفر من الكفر إلى الإيمان. ما الإيمان عندكم؟ قالوا التعطيل، لا سمع ولا بصر، فعطلوا، عبدوا على آدم، وكل في ضلال، كل في ضلال. وكما مشينا في أكثر من كتاب وأكثر من شرح بأننا نرى دائما أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين
جميلتين، وأهل البدعة والضلال ينظرون بعين عوراء، كل منهم ينظر لطرف فقط، أما أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين. هذا بمعنى معنى ولا تمثيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء. بل يؤمنون هنا بمعنى بل يعتقدون بأن الله جل في علاه ليس كمثله شيء، ومع أنهم يقرون ويؤمنون بالقدر المشترك عند التساوي في الاسم، بأن الله جل وعلا أثبت لنفسه صفات وأثبت لعباده صفات، وإن استوت الصفات في الاسم وفيها قدر مشترك فإنها كما قلنا لا يمكن أن تكون المماثلة بحال من الأحوال. نعم. ولذلك قال: ليس على ضوء قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا الآية عظيمة جدا أرست لك قواعد السلف بأنك تثبته الآن، تثبت، وهذا الإثبات بغير تمثيل، تثبت السمع والبصر لكن بغير تمثيل. لذلك قال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو أتى بها في موضع الإثبات، قال نحن نثبت، وهذا الإثبات بغير تمثيل مع الاستواء في الاسم، لأن القاعدة عند العلماء الاستواء في الاسم لا يستلزم الاستواء في المسمى في المعنى. نعم. قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلا ينفون ما عنه ما وصف الله به فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. يبقى كل ما طبعا عندما يأتي بهذا الكلام بعد الاستدلال بالآية لها معنى، يقول: وأنهم يؤمنون بالله بصفات الله جل في علاه على ضوء قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ما المعنى الذي أتى به أردف هذا الكلام بعد الاستدلال بالآية على اعتقاد السلف أن اعتقاد السلف في صفات الله جل في علاه على ضوء ما قال الله بالإثبات مع عدم المثلية، فقال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. من لفت هنا أن أردف هذا الكلام بعد الاستدلال بالآية. والتوقيف طبعا هذه الإجابة الأولى، والإجابة الثانية نريدها. عود السؤال. قال الله جل في علاه، وابن تيمية أراد أن يقول أنهم يؤمنون بصفات الله جل في علاه على ضوء ما قاله الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل، ثم أردف قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. بس أصبر بقى، أنت خلاص، أنت محاولاتك جاءت، يتركهم يحاولون هم. لا كم بقي؟ الحمد لله معنا صح. ها، لأنه قد يفهم من قوله ليس كمثله شيء أنه ينفي جميع الصفات، فرد. يا جماعة تأملوا، تأمل تدرك. نتأمل، لكن جزئية السؤال التي تقصدها أنت إيش هي بالضبط؟ قلت هو الآن قال: واعتقاد السلف أنهم يؤمنون بصفات الله جل في علاه على ضوء قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والمعنى إثبات صفات الله جل في علاه مع نفي المثلية، ثم أردف: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. أن نفي ما وصف به نفسه الاسم صحيح، لكن ما زلنا نبحث عن مراده. ها، أقرب لكم ما المراد. هذا مبطن في الرد على أهل البدع. يلا الآن فكروا تأملوا. يعني أن أهل السنة يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ويمثلون بما بخلقه يعني. نعم، ممتاز. ثم أردف هذا الكلام. مغربي، الله أعلم. مغربي، أنا أراك مندهشا، أنا أراك مندهشا منقلبا منبهرا، أرى فيك أنا تعبيرات وجهك ما أستطيع، أنا أريد أكتب فيها كتابا، يعني أنا لابد أفهم، أنا ما يعني لابد أقرأ ما في وجهك لأفهم ما وراءك. علي، على ظاهر الناس. على إيش؟ على ظاهر الناس. على ظاهر النص غير قوي. ممتاز. الله أعلم بنفسه.
والله أعلم بنفسي ما زلت أبحث. هذا هذا مبطن في الرد على البدعة. البدعة يا إخوتي تأملوا. أبوس 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 أيديكم جميعا. تأملوا وبين المنهج رد على المعطلة. شوف أنت الآن دققت الباب ودخلت ومشيت بالخطوة الأولى، ما بقي لك إلا كعب الرجل. ادخل. هو خلاص هو كمان دخل، فين بقي كعب الرجل؟ شوفوا هو ماذا يقول. هو يقول الآن في اعتقاد السلف يثبتون صفات الله على ضوء ليس كمثله شيء وهو السميع. يعني معنى ذلك أنهم يقولون أنه يقول وقد أثبت السلف صفات السلف صفات الله جل في علاه مع نفي التمثيل، ولم يجرهم كما جر أهل البدع إلى نفي الصفات خشية التمثيل. ما قلتم هذا، أنتم ما قلتم هذا. طارق اسمر اسمر اسمر. الغلو في ليس كمثله شيء. ما أنا ما هذه عمل دي ما سمعتها، لكن أيضا ليست مفصلة. حتى لو كانت ليست مفصلة لكن هذه ما سمعتها، يعني هذه أيضا على البوابة، يعني هذه تقف بها على البوابة. الصحيح راجع في ذلك أنا والله ما سمعتها أقسم. فهنا شوف هنا كأنه لما أردف ذلك أراد لك أن تتقن بيقين بجلاء. انظر سلامة المعتقد عند أهل السنة في الضوء على ضوء الآية. لما سلموا عقولهم وقلوبهم بالإيمان بالآية مشوا على نفس ما أرسته الآية بإثبات الصفة مع نفي التمثيل. قال ولا نلجأ إلى ما لجأ به أهل البدع والضلالة كما قال المصنف هنا الآن. كما ألجأ ذلك أهل البدع والضلالة أنهم قالوا لو أثبتنا مثلنا إذن لابد من الفرار بالتعطيل. فقال وإنا لا نفعل مثل ما فعل أهل البدع بالفرار من التمثيل بالتعطيل فنفوا الصفة. تعطيلهم لما نفوا الصفة قالوا إذن لا سميع ولا بصير. فمنهم من قال وقال لا سمع لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر. ومنهم من قال هو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر خوفا من التشبيه من التمثيل. فقال لا، نحن سنثبت ونفر من التمثيل لأنه لا ليس كمثله، وننفي التمثيل مش نفر، وننفي التمثيل. أما أنتم فلما أثبتتم التمثيل فررتم منه بالتعطيل. زي قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع والضلالة ماذا فعلوا حتى لا يقع في التمثيل؟ ماذا فعلوا؟ فروا من التمثيل إلى النفي والتعطيل. هو فر ممتاز. هو في الحقيقة أنه كيف فشبه ففر. يعني هو أهل البدع، أنت لو تتخيلوا الآن المعطل ماذا حدث؟ جلس يسمع قول الله فعلا إن الله كان سميعا بصيرا، قال سمع وإن العبد سميعا بصيرا. إذن ماذا فعل؟ سمع كسمع، بصر كبصر. فلما شبه قال هذا كفر ففر إلى التعطيل. هو ليس مطالب ولا بد أن يقف إلى قول الله ليس كمثله شيء. هو كان لابد عليه أن يقف أمام الآية معظما، لكن لما ارتكزوا على عقولهم وقعوا في هذه الظلمات. نعم، ولذلك هذا الذي يبين لك الفوارق البعيدة بين السلف وبين الخلف. الخلف لم يعتمدوا على كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا. نعم، الخلف لم يرتكزوا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا. وأما السلف قد وقفوا وقوفا تاما معظمين موقرين كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن سنثبت الصفة، وهذه الصفة نثبتها على ضوء قول الله الذي فعلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. لذلك ترى الجميع من الصحابة يصفون الله بالضحك، الجميع بل يعملون به. قال إذن لن نعدم خيرا من رب يضحك. الجميع يصفون الله الذي فعله بالكلام، ابن عباس وطبعا بالعلو، والجميع من الصحابة باتفاق يصفون الله بالعلو. لما دخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقال لها أبشري أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قد أنزل الله براءتك من فوق سبع. أثبت أمرين، أثبت الكلام وأثبت وأثبت العلو، والعلو بأن الله فوق العرش. علو الذات. قال من فوق سبع سماوات. وعمر الخطاب تمشي خولة تقول إيهن يا عمر كنت في مكة عميرا
وصرت عمر ثم جئت إلى المدينة فصرت أمير المؤمنين وأخذ الطائف فيه. فقام الرجل قال أتدرين من تكلمين؟ قال دعها، ألا تعرف من هذه؟ هذه خولة التي سمع الله كلامها، أزمت السمع والآن، سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات وأزمت العلو لله الذي فعلها. لا ينفون عن الله صفة من الصفات، لا ينفون. وهم الذين رأوا لنا حديث ضحك الله لرجلين أحدهما يقتل الآخر فيأخذ بيد أخيه ويدخل الجنة، فضحك الله لهما أو منهما. قاتل ومقتول والاثنين في الجنة، المفروض قاتل ومقتول في الآخرة خصومة، صحيح ولا لا؟ فضحك الله. طبعا فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الأول كان كافرا والثاني دخل ساحة الوغى ناصرا لدين الله فقتل من بيد الكافر، والكافر ندم فأسلم فدخل الجنة، الاثنين دخلوا الجنة. فضحك الله، والجميع من الصحابة يصفون الله بالضحك ويرون مثل هذا الحديث، يصفون الله بالعجب، لا ينفون. وشوف كل هذه الصفات هي التي أتعبت الخلف، عجب ضحك، طب الضحك تغير أدخل عقوله. الصحابة جميعا يصفونها وصفا دقيقا ليس كمثله شيء وهو السميع بصير. قال عجب ربكم من صنيعكم اليوم، عجب ربكم من صنيعكم اليوم. أيضا يسمعون قول الله جل في علاه ولا يعرضون ولا يقولون إذن المجيء، إذن هذا المجيء يحتاج إلى مشي والمشي يحتاج إلى أعوذ بالله. كل ذلك ده هم أوتوا من هنا، سمعوا قال الله جل في علاه وجاء ربك والملك صفا صف وجاء يومئذ. طب أشوف بالله عليكم أنا أقول لكم شيء، هم المشكلة عندهم أنهم كيفوا مجيء الله جل في علاه ففروا. طب كيف تجيء جهنم؟ صفوري أنتم كيف تجيء جهنم؟ قل لي. نعم الحديث الصريح أن السلام قال جهنم لها سبعون ألف زمام أو سبعون ألف زمام، لكل زمام يجره سبعون ألف ملك. تذكروا أنفا قلنا ملك من شحمة الأذن إلى العاتق خفقان الطير، صحيح؟ وسبعون ألف ملك يجرون زماما واحدا. كيف تكون النار؟ كيف تأتي النار؟ كيف مجيء النار؟ لا أحد يتصور، لا أحد يستعني كيف. فلذلك نحن نقول التسليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وجاء ربك والملك صفا صف. إذن قالوا فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه بحال، وهذا الاعتقاد الذي به السلامة وبه السداد وبه القرب من الرحمن سبحانه جل في علاه. أما تصورتم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما علت الأصوات، هم يريدون استجابة دعاء فرفعوا الأصوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا هنا الآن. أثبتوا ولا ما أثبتوا؟ عند النفي نفوا، وعند النفي نفوا مع إثبات كمان الضد أدبا. لا تدعون أصم، يبقى الله سميع بصير. يبقى ليش الله ليس بأصم؟ لما ننفي عن الله جل في علاه الصمم؟ قولوا لكمال سمعه سبحانه جل في علاه. لا تدعون أصم ولا غائبا وما كنا غائبين. قال هو معكم أينما كنتم، إحاطة بعلمي، إحاطة الربوبية. قال لا تدعون أصم ولا غائبا، فسلموا إنما تدعون سمعا بصيرا. قال إن الذي تدعون، وهذا الذي أريده الآن، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. بالله افهموا هذا الذي أريده معكم الآن. نقف عندها، الصحابة يتصورون والصحابة العربية سليقة، فقال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم، كل واحد أقرب إلى أحدكم من عنق الراحلة. هل قالوا كيف وقد قال الله الرحمن عرش استوى؟ هل عارضوا هذا بذاك؟ آمنوا بالقرب ولا ما آمنوا؟ وهذا قرب خاص، هذا قرب خاص لا تجده للكفار بحال. لذلك لا تجد القرب يوصف به الله إلا مع المؤمنين. نعم هو يقول على الجميع وهو معكم أينما كنتم، لكن مع المؤمنين القرب. ولذلك قال الله، هذه اللفتة العلمية، قال الله إن رحمة الله قريب محسنين، أخذها المؤولون وقالوا شوفوا الآية بتاع الآية لنا الآن، لأنه قال إن رحمة الله قريب، قال قريب، والمفروض لغة صحيح على السياق إن رحمة الله قريبة من المحسنين، قال قريب من المحسنين. قالوا أرأيتم؟ إذن معنى هنا الرحمة إرادة الثواب، مذكر ومذكر، إرادة الثواب وكانت لهم، فاهمني؟ معناها في الناحيتين ليست لهم. قلنا هذا لجهلكم،
لأنه معنى قول الله في علاء إن رحمة الله قريب من المحسنين، أنا سأمر عليكم جميعا. ولا أنا أجيب ابتداء أحسن، أحسن ابتداء. هذه معناها إن رحمة الله قريب من المحسنين، لا ما معناها الله قريب من المحسنين برحمته، فأكون هنا قرب خاص بالرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما. فيبقى المعنى أنه قريب من المؤمنين برحمته، هذا قرب خاص. لذلك لا يمكن أن تجد القرب أبدا موصوف بالله الفعلاء إلا للمؤمنين. وهذا قرب، قرب سمع، هو السمع الخاص، قرب سمع إجابة، لأن السمع سمع عام، سمع ربي يسمع الجميع لا تختلف عليه اللغات، وسمع خاص، وهذا السمع الخاص للمؤمنين وأخص منه للأنبياء والمرسلين. سمع خاص وسمع الإجابة، كقول سلم سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع؟ ما هو يسمع الأصوات كلها، يعني استجاب، ممتاز. فيبقى يكون ده سمع اسمه سمع خاص، هو سمع إيش؟ سمع إجابة. ولذلك انظر قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني أكمله. شوف القريب لمن؟ لعبادي. وقال عبادي هنا الإضافة، إضافة التشريف، ولا تقال إلا في المؤمنين. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لذلك قال أربيع على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. ثم قال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلك. هذا معنى فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضع. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهنا عدم تحريف الكلمة، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قلنا التحريف المقصود به هنا على ما وصفناه وشرحناه قبل ذلك التحريف الإيش؟ أنت لأنك جادلت فيه كثيرا وتعبرت وجهك بتنرفزني، فأريد أفسرها ولا أعرف ما من وجه إلا والله تعالى جعلني أفسر ما فيه. أما أنت نائم لا، تائه لا، غضبان لا، مبسوط لا. لما بتبتسم وتظهر أسارير وجهك أرتاحنا. قلنا التحريف ولا تحريف إيش؟ أنت نفسك كنت تجادل به المرة الماضية. مش التحريف تحريفان، تحريفه لفظ ممتازين، وتحريفه والمقصود هنا التحريف تحريف المعنى، تحريف المعنى. يبقى لي أداهم سلطتان قالوا إذا النعمتان، صحيح؟ فهو ها؟ وهذا التعطيل كما بيناه، أنت غبت أمس وكل هذا شرح أمس. فيقول ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمرين. الأمر الأول اعتقاد السلف الأسلم، طيب. والأمر الثاني أن المعطلة أو المؤولة أو المحرفة بأدق الألفاظ فيهم شبه من اليهود، فيهم شبه من اليهود، لأن اليهود يعطلون، وقد قال عنهم الله تصريحا يحرفون الكلمة عن مواضع. وهذا فيه تحريف الكلمة عن مواضعه. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسمائه، في أسماء الله وآياته. انتهى. ولا يلحدون في أسمائه، نقف عندها. الإلحاد الميل، الإلحاد هو الميل. والإلحاد في أسماء الله جل في علاه له صور خمسة. من صور الإلحاد سأطرح عليكم هذه الصورة، والبحث فيها لابد أنتم تأتون بها، يعني الصور القادم لن أبدأها وأنتم تبتدئوها إن شاء الله، لأنها مسألة مهمة جدا. الاشتقاق من الإلحاد، عد العلماء المحققون أن من قال بأن الاشتقاق في أسماء الله جل في علاه وصفاته من الإلحاد. تعرفون ما معنى الاشتقاق؟ الاشتقاق من الإلحاد، ينزل تحت قول الله جل في علاه وذر الذين يلحدون في أسمائه. فالاشتقاق من الإلحاد، ما معنى ذلك؟ الاشتقاق أن تشتق اسما من صفة. نوع الاشتقاق هو الآن قال الرحمن على العرش تسمي الله المستوى، يمكرون يمكر الله، تقول ماكر حاشا الله، ماشي. لكن هم لا يقولون ذلك، ويقولون الاشتقاق بما يليق بالله يكون على الكمال والبهاء والعظم. وهم يستدلون بأدلة على أن ابن مسعود دعا وفي وتوسل بأسماء الكتاب لم يأتي بها والسنة لم تأتي بها، فما هي إلا اشتقاق. والأئمة أحمد والشافعي، لأن أحمد كان يقول في دعاء يقول يا غياث المستغيثين، وين هذا؟ أين الاسم هذا في الكتاب والسنة؟ ما في، مفهوم؟ فهم يستدلون بذلك. كيف تجيب؟ تتعجل أنت الآن. سأتعجل معك وأقول أنا أقول الاشتقاق من الإلحاد
طيب ومعنى قول يا تفضل تفضل طالبة نسيت الأغراض دعك من الأغراض بعد العلم هي تأتي تأخذها تسكر حضرتك ستسكر في أحد كان في الداخل ترك أغراض سألهم أنت أنظر هي أخت أم أخ أخ دعك أسيبه خليتوه هذا هذا أفضل جزاك الله خير نقول أن هذا من باب الخبر لا من باب التسمية تفصيل سألتي هذا لأن ما ينسب لله رفع له أسماء صفات أخبار أفعال أخبار فيكون هذا من باب الخبر لا من باب التسمية تفصيله سيأتي إن شاء الله من باب الإلحاد في أسماء الله جل في علاه لو في أي سؤال تفضل في نفي الهيئة أنتم أوه شوف هو أنا هو الحمد لله أتت الإجابات شوف قال الإجابة عن ذلك أنه من باب الأخبار الإخبار عشان تعلم هنا كيف سبقوكم اشتقاق أسماء من الصفات بعد ما وقعت الفاس بالرأس بعد ما وقعت شوف هذا الثاني مثل هذا الأول يقولهم يسمعونك ويكتبون والله يعني عامة ما يهمني أنا الذي يهمني أنني أجد أنهم من أفضل الناس متابعة شوف الزمان الذي كتبوني طيب طيب إن كان في سؤال تفضلوا إلا ننتقل إلى الدرس الثاني يعني تفضل الصحابة رضوان الله عليهم نعم فهموا المنهج في في السؤال عن الكيفية أو نفيها إذا نظرنا للنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعلمهم في أفعالهم صلوا كما رأيتموني أصلي فنظر إلى هيئته وكيفيته نعم لكن وسألوه نعم ورمقوا الكيفية نعم لأنها منظورة لذلك نحن نقول الكيفية يعني الكيفية لا نبحث وراءها بدليل السمع وبدليل العقل بدليل السمع كما قلنا صحيح لأنه من باب أنك تقف ما ليس لك به علم قد قال الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم ومن باب العقل نقول أي كيفية تريد أن تحدث عنها لك سبل ثلاثة لها الأول أن تراها عينا وهذا غير موجود غير وارد في صفات الله غير وارد حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا صحيح الأمر الثاني أن يأتيك الوحي بذلك وهذا أبعد ما يكون الثالث أن يقول قد أخبرك الصادق المصدوق بها وهذا لم يكن إذن الأبواب الثلاثة لمعرفة الكيفية مغلقة لا تستطيع أن تصل إليها نعم إذن هو كانوا يرمقون كيفية السجود الركوع ولذلك خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتم يصلي إذا نستطيع القول إن في الغيبيات كانوا يسلمون نعم وهذا محض الإيمان أنهم في الغيبيات يسلمون وكما قلت لكم دائما نبراسنا كلام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي سؤال آخر؟ رهن شرطك صلى الله عليه وسلم مال الراوي مال الراوي يريد صحة الحديث الحديث كالشمس يا حبيبي كالشمس وبها نقول نعم يجوز رؤية الله في المنام لأحد المسلمين والله يأتي للمؤمن في منامه بصورة على قدر إيمانه ويأتي للذي هو أعلى إيمانا بصورة فوق الصورة قد يأتي بصورة حسنة وقد يأتي الآخر بصورة أحسن لأنه قال أتاني ربي في أحسن صورة فيها دلالة أنه قد يأتي لمؤمن بصورة حسنة ويأتي لمؤمن آخر بصورة أحسن وهذا ليس فيه تكييف للصفر لتفهم لأن كل ما تقول يراه في المنام ويرى الصفات يذهب بذهني إلى إيش تكييف الصفر هذا ليس لا مدخل لك فيه هذا لا مدخل لك فيه لا ليس مخصوصا إذ الأصل عدم التخصيص أو نقول ائتنا بدليل التخصيص لا أحمد بن حنبل قال أنه رأى ربه عبد القادر الجيلاني رأى ربه وهنا ما أحد عبد القادر الجيلاني ما معكم في نفس الخط الذي تريدونه عبد القادر الجيلاني قال رأيت ربي فقال لي عبد القادر
إني أسقطت عنك التكاليف. قال اخسع عدو الله. فقال كيف عرفت؟ قال لأن الله ما قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك، لكن عارف أنه الشيطان ليس برب. نعم ليس كنفسه شيء، نعم لكنه قال ليس، هو كان ممكن يقول ليس كهو شيء، نعم كان يستطيع ان يقول ذلك ليس كهو شيء، لكن لما قال ليس كمثله شيء؟ هو يقول هنا لان يعني مثلا يقول مثلك لا يبخل وانت لست ببخيل، مثلك لا يبخل اي ان السبب لبخلك ممتنع، فالسبب لمثليه نعم 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 ممتاز. هو اسمها ايغال في توصيل المعنى انه سبب المثليه غير موجود، فهذا اسمه إغال في إثبات عدم المثلية، أن السبب أصالة غير موجود. معناه نقول المفروض نقول هذا كلام فيه بعض النظر في إيش؟ في القدر المشترك، إلا أن نقول من العرب أن القدر المشترك أيضا لا يستلزم السبب، فهو في النهاية سيرجع إلى تأكيد عدم المثلية. قال الله تعالى لنبيه هل تعلم له سمية؟ الإجابة لا، لا نعلم له سمية. نعم كما يجوز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يجوز أن السلام رأى ربه، والمسلمون يجوز لهم ذلك. إذا كنت سؤال، هذا سؤال يعني، يجوز للمسلمون أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام في حقيقة صورته؟ نعم هكذا رب يعني هكذا إيش؟ هكذا عشان في تخريف في النص، هكذا إيش؟ قل ما تخاف، هكذا إيش؟ هكذا رب هكذا يرى الرب يعني. استغفر الله، من قال أنت الآن كيفت الصفة الآن؟ عشان كده علي قال بي ضرب رأسه أكل، لا دخلت أنا في وعكة كبيرة، لا لا تريد، هو يأتي الله بصورة حسنة أو صورة أحسن، هذا الذي يقال فقط وتسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته الحقيقية، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاته الحقية البشرية الحمد لله آمنت بها؟ الحمد لله والشكر لله، جزاك الله خير. نعم نبدأ في التلميذ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.